السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي الرجويين خواتاتي الرجويات، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق اونلايك. ونخليكم دابا مع الانترو. نبداو اخوتي الرجاوي اخواتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركه الله. الرجاء الرياضي تعاقد مع حارس يوسف الحويزي بعقد يمتد لموسمين قادما من فريق وداد فاس. تعاقد فريق الرجاء الرياضي يومه الاحد مع الحارس يوسف الحويزي قادما من وداد فاس من اجل تعزيز الترسانه البشريه للفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل. وعلمت مصادر قناه نادي الرجاء العالمي ان حامي عرين وداد الفاسي قد انضم للقلعه الخضراء في صفقه انتقال حر بموجب عقد يمتد لموسمين، وبذلك يكون الحويز رابع تعاقدات الرجاء الرياضي بعد كل من محمد بولكسوت، اسماعيل المقدم، ومحمود بن تشيك. وتنتظر الجماهير الرجويه بعين ترقب لباقي اسماء التي ستنضم للفريق في الميركاتو الصيفي، خاصه بعد فشله الموسم المنصرم في التتويج بلقبي البطوله الاحترافيه ان وكاس العرش واقصائه من ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. وليد الصبار قريب من العوده الى فريق الرجاء الرياضي قادما من نادي الاماراتي. اقترب اللاعب وليد الصبار من العوده الى فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد خوضه تجربه مع النادي الاماراتي. وعلمت قناة نادي الرجاء العالمي أن لاعب وسط الميدان المغربي أصبح قاب قوسين من التوقيع الرسمي للرجاء الرياضي الذي من المتوقع أن تكشف عنه الساعات القادمة. واتفقت الأطراف المانية حسب نفس المصدر بخصوص التحاق الصبار بصفوف فريق الرجاء العالمي في انتظار عودة اللاعب من عطلته خارج أرض الوطن لإتمام الانتقال لبيت الأخضر. رئيس الرجاء الرياضي عزيز البدراوي يؤجل موعد الإعلان عن الانتدابات إلى موعد لاحق، حيث وعد الأسبوع الماضي بالكشف عن الانتدابات هذا الأسبوع قبل أن يتراجع على القرار. بدر بانون لصحيفة نيل: مستقبلنا الأحسن فيه بعد إذ كان هناك اتفاق، فلدي خيارين فقط، إما العودة للنادي الأم نادي الرجاء الرياضي أو اللعب لفريق ليست لديه إمكانية ليواجه فريق الرجاء في أي بطولة. مواجهتي مع النادي الذي ترعرعت فيها قاسية لا أستطيع تحملها، سأحسم في الأمر قريبا إن شاء الله. وأما عن فريق حسنية أكادير يسعى للتعاقد مع اللاعب حميد أحداد بعد مغادرته لفريق الرجاء الرياضي. توصل المهاجم حميد أحداد بعرض من نادي حسنية أكادير من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويسعى نادي حسنية أكادير لحسم صفقة أحداد خلال الميركاتو الصيفي بعد مغادرته لفريق الرجاء العالمي. وسيكون المهاجم المذكور مطالبا بحسم وجهته القادمة في الدوري الاحترافي فضلا عن عدم وجود عروض خارجية. وانتهى عقد حميد أحداد مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري، حيث قرر مغادرة الفريق فضلا عن عدم تقديم مسؤولي النادي لأي عرض من أجل تمديد مقامه داخل القلعة الخضراء. رئيس مرودية وجدة يفاجئ الجميع ويصرح بأن عرض الرجاء لم يعد هو الأكبر بخصوص البحيري، وأن الوداد قد قدم مؤخرا عرض جديد قيمته 650 مليون سنتيم الصغير قبل الكبير في عالم الميركاتو المغربي. يعلم جيدا أن التصريح بعرض 650 مليون ليس صحيحا ولا وجود له في الواقع، وعرض الوداد لن يتجاوز 450 مليون سنتيم على أبعد تقدير. الخروج بمعلومات مغلوطة ما هي إلا وسيلة لتسهيل مأمورية الانتقال البحيري للوداد بحكم علاقة وين وين التي تجمع رئيس وجدة بالناصري والقجع. ضمان الوداد للقب البطولة في وجدة بالمقابل ضمان وجدة البقاء ضد المحمدية. مرحبا بكم في البطولة المغربية. ونعود أيضا لفريق حسنية أكادير. حسنية أكادير تقدم عرضا رسميا للاعب محسن متولي لمجاورة النادي الموسم المقبل. وقرر فريق الرجاء الرياضي التعاقد مع شركة أخرى للألبسة خلفا للموجودة حاليا، والإعلان خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. المنطق يتوقف للحظة. النادي المغربي ممنوع من الانتدابات لحدود التاريخ اليوم بسبب عدم سداد ديون لاعبيه الأفارقة السابقين ما يفوق 2 مليار سنتيم، ويقدم عرض بأزيد من 750 مليون سنتيم، 650 مليون زائد 25% من صفقة الانتقال اللاعب لنهضة زمامرة من أجل ضم لاعب 28 سنة من نادي آخر، ويلتزم بتسديد المبلغ دفعة واحدة حسب تصريح رئيس النادي صاحب عقد اللاعب. وإن صح هذا الهراء، أين الجامعة والفيفا من مراقبة تطبيق الفينونسير؟ وهل لدينا فعلا لاعب ممارس حاليا في البطولة الاحترافية بهذه القيمة السوقية؟
بقلم عمر الشريفي رئيس مولودية وجدوى يبلغ الوداد بموقفه من بيع البحيري. أبلغ محمد هوار رئيس نادي مولودية وجدة أنصار النادي بموقفه من بيع نجم الفريق ياسين البحيري ويشم الغريمان الوداد والرجاء بخدمة البحيري الذي يعود أولوية لهما في الميركاتو الجاري على وش على الأندية خارج المغرب. وعن ما قالت نادي الرجاء العالمي أن مولودية وجدة تلقى عرضا رسميا من الوداد وتلا عرض آخر من الرجاء وكلاهما بنفس القيمة المالية 500 مليون سنتي، لكن الفارق بين العرضين أن الوداد البيضاوي عرض دفع المبلغ دفعة واحدة في مقابل الرجاء طلب بتسديد المبلغ عبر دفعات وأقساط. وأبلغه وارفع عليات وجدة أن الوداد تعهد بأداء ما تبقى من أقساط لم يسددها النادي لنهضة زمامرة الذي باع له اللاعب الموسم الماضي. وكان مولودية وجدة قد ضم ياسين البحيري من نهضة زمامرة مقابل 200 مليون سنتيم كما سبق له اللاعب في الفريق أولمبيك خريبكا. كما أكد هوار أنه لو تساوى العرضان فإنه يفضل الوداد لأنه أول من طلب اللاعب رسميا، وهو الأمر الذي كان قد أعلنه عبر الموقع الإلكتروني لنادي مولودية وجدة. إلى أن هوار عاد ليرمي بالكرة لمعشرك اللاعب مثل ما تأكد لقناة نادي الرجاء العالمي من خلال دعوته للقاء العاجل معه بداية الأسبوع لاتخاذ قراره بين اللاعب لأحد قطبي الدار البيضاء أو بالسعودية. يتقدم نادي تحفظ هوار عن ذكر اسمه. رئيس الرجاء يرهب حماس الجماهير بتقبيل شعار الجيش الملكي. أشعل عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي حماس الجماهير في ملعب ملعب إله بالرباط على هامش نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات بين المغرب وجنوب إفريقيا. وأقدم البدراوي على خطوة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء الرجاء وهو يستلم من أنصار الجيش الملكي علم الفريق وعليه شعاره ليقوم بتقبيله أمام الحضور في المقصورة الشرفية للملعب. حركة البدراوي أشعلت حماس الجماهير الجيش الملكي التي هتفت باسمه البدراوي عسكري في إشارة لأصوله بالعاصمة الرباط وانطلاقته منها. ولم يسبق في تاريخ رؤساء الناديين وأن أقدم أي منهما على حركة مماثلة في ظل الصراع القوي بين الفريقين وجماهيرهما تاريخيا. وكان البدراوي قد أكد فور إعلانه رئيسا لفريق الرجاء الرياضي أنه بصدد مرحلة جديدة مضيفا عهد العداوة مع الجميع انتهى لا عزاء مع اتحاد الكرة والأندية بعد اليوم. كما قال عزيز البدراوي في صريحة تلفزيونية لن أتحارب مع سعيد الناصر رئيس الوداد مثل ما يأمر البعض، هو رجل محشرم ويذكرني بكل خير ويوفقني خبرة وهو رجل ناجح. وأردف فوزي القجاع رئيس الاتحاد المغربي ساعدنا ولا صحة لما يروج بشأن وقوفه ضد مصالح النادي، ولولا ما شاركنا في النسخة المقبلة لدور الأبطال بفضل مساعدته لنا قد ننفعل أو نغضب أو قد نرفض ونندد بسلوك غير مقبول، ولكن على العموم نبقى أسرة واحدة ونرفض أن نتدخل بيننا الميكروبات التي تحاول زرع الفتنة وشق الصف الرجاوي، وهذا ما لا يجب أن يقع ويحصل. خير من شر على ذلك هذه الحسابات المزيفة والمعروفة الجهات التي تحركها التي اخشار مهاجمة رئيس الفريق عن طريق انتحال صفة الجماهير الخضراء. لا شيء سوى لاستماعهم برؤية الكيان الرجاوي يعيش التوتر والتشنج طمعا في السقوط، وهذا ما لا يجب أن نتركه يقع وأن نستفيق لشرورهم. وهنا خوش الرجوين خواتش الرجوية الفيديو ديالنا سهلة، وإلى عجبك الفيديو ده ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد تعليق ولايك، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو الجاي وآخر مستجدات فريق العالمي. وديما رجاء وتعيش الرجاء.